في القرن التاسع الميلادي كان الغزاة الأتون من اسكندنافيا والمعروفون بالفايكنج يغزون أوروبا يمينا وشمالا. فرق شتى تخرج من بلادها على قوارب طويلة تصلح للبحر والنهر، وتهاجم أوروبا من مصبات أنهارها، فتصطاد الناس اصطيادا وتبيعهم في أسواق النخاسة. وكثر عبيدهم وتضخمت أسواقهم حتى أصبحت السوق مدينة، من كييف في أقصى الشرق إلى دبلن في أقصى الغرب. وكانوا وثنيين، كبير آلهتهم اسمه أودن، وهو شيخ أعور تدلى من شجرة 9 أيام ليتعلم الكتابة، ويؤمنون أن العالم خلق من عملاق سماوي اسمه إيمير يعرق عمالقة أصغر من الطير، وأن أودن وإخوته قتلوه وصنعوا من جلده الأرض ومن شعره العشبة ومن رأسه السماء، وأن السماء يرفعها 4 أقزام، وأن ثمة 9 أكوان على شجرة ضخمة، وأن الأرض محاطة بثعبان يعض ذنبه، فإن أفلته تدمرت. وهذا كله شعر جميل، والملاحم الأيسلندية اليوم من كنوز تراث الأدب العالمي، لكنه في ذلك الزمان كان يؤدي لتقديم الأضحيات البشرية، وكانوا إذا قتلوا ملكاً أو أميراً بطحوه على وجهه وشقوا ظهره وفصلوا أضلاعه عن صلبه فانفتحت كجناحين مرفوعين، ثم سحبوا رئتيه يميناً ويساراً فصار نسراً من دم يقدمونه هدية لإلههم. وفي غارة بحرية امتدت من عام 859 إلى عام 861 للميلاد، حاصرت فرقة منهم مدينة لونا الإيطالية ظانين أنها روما، وكانت حصينة جداً فاستعصى عليهم فتحها. فاحتال زعيم الفرقة الغازية، وهو رجل يدعى هستين، أنه مريض يتوقع الموت، وأنه يريد التوبة بأن يقبل المعمدانية ويتنصر. فسمح له الكهنة بالدخول إلى المدينة والكنيسة وعمدوه واطمأنوا لإيمانه، ثم أعادوه لعسكره. وبعد أيام زعم عسكره نادي بنا أن قائدهم مات كما توقع، وأوصى أن يدفن في باحة الكنيسة. فسمح الكهنة وحكام المدينة لعدد كبير من أصحاب هستين هذا أن يحملوه إلى داخل البلد لإتمام مراسم الجنازة. وما إن توسط الموكب المدينة حتى قفز القائد الميت من تابوته وأعمل مع أصحابه السيف في الكهنة والولاة، ثم فتح هو ومشيعوه الأبواب لمن كان ينتظرهم من جيشهم خارجها، ثم نهبوا المدينة كما فعلوا مع غيرها واستعبدوا من أسروا من أهلها. واللطيف أن الكهنة الذين وثقوا بإيمان هستين هذا الذي جد عليه قبل غزوه مدينتهم بيومين ما كانوا ليثقوا به إلا أملاً في الاستقواء به على جيرانهم المسيحيين من إخوتهم. في عام 1798 زعم نابليون وهو يغزو مصر أنه مسلم وسمى نفسه الشيخ بونابرت، وبعده بمئتي سنة أي في عام 1998 هنأ الرئيس الأمريكي بيل كلينتون المسلمين بهلال رمضان لعام 1419 الهجري وهو يقصف العراق في عملية اسمها ثعلب الصحراء. كان نابليون يزعم أنه يحمي المصريين من المماليك، وكان كلينتون يزعم أنه يحمي أهل البلد الذي يقصفه. وفي أيامنا هذه كم من غاز محتل ادعى أو ادعى له من استدعاه واستجلبه أنه يحمي عرقه أو دينه أو مذهبه، وأن حاملات الطائرات تتحرك لتحمي مغزو يصلي هكذا من مغزو يصلي هكذلك. فلو كنت ممن يأمن الغزاة ويخاف أخاه فتذكر تهنئة كلينتون ورسالة بونابرت وحيلة هستين، وكلما رأيت نسراً شمالياً ماداً جناحيه يضلل الخريطة ويغرقها بالدماء اعلم أن كل ضحاياه إخوتك، فتحصن بأخيك لكي لا تقدم أضحية لإله أعور يتدلى من شجرة وتحيط به أفعى تعض ذنبها وله مقعد دائم في مجلس الأمن.